لا طيب، على الهاتف معانا الدكتور حسين حمودة برضه للتعليق حول النهارده. زي ما احنا عارفين، زي ما قلنا لحضراتكم النهارده ذكرى رحيل اديب نوبل. يعني الدكتور حسين كان احد المقربين من الاديب الراحل نجيب محفوظ، وربما ليه ذكريات كثيره جدا نتعرف خلالها من خلال اتصالنا التليفوني بحضرته. اهلا بيك يا فندم. صباح الخير استاذ مصطفى، صباح الخير استاذه بسنت، صباح الخير استاذ طارق. اهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك يمكن من القلائل من ابناء جيلك اللي اقتربوا بالفعل من اديب نوبل، اديبنا العالمي نجيب محفوظ. كلمنا عن نجيب محفوظ الذي لا نعرفه، ما هو الشخص او ما هي الشخصيه التي نجهلها، الوجه الذي رايته ولم نرى؟ الحقيقه احنا كلنا يعني شفنا وجوه متعدده، ليه يعني صور متعدده، عرفنا روائي عظيم وموسم عظيم في فن السينما وابن نكته وموظف زي ما اتكلم الاستاذ طارق دلوقتي، وفي صور يعني اقل وضوحا لاعب الكره يعني في وقت من الاوقات، صحيح، والعازف المهتم بالموسيقى اللي درسها لمده سنه وما كملش يعني في السكه دي، لكن في ممكن يبقى في جوانب تانية مش ما كانتش معروفه قوي وان كانت معروفه عند البعض، يعني منها انه محب للخير يعني فاعل للخير وما كانش بيقول ده ابدا. وفي تمثيلات يعني كبيره جدا على الحكايه دي، ابتداء من تقسيمه لجائزه المكافاه الخاصه بجائزه نوبل يعني اللي هو ما خدش منها حاجه ليه هو نفسه يعني. ومنها انه كان متعاطف جدا جدا مع اصدقائه، وفي حكايه غريبه حوالين انه في فتره ثانوي او توجيهي يعني احد اصدقائه فكر في الانتحار، كان اتخانق مع والده يعني، والاستاذ نجيب في وقتها حاول يقنعه يعني انه يعني ما يصحش حاجه زي كده، وفي الاخر ما لقاش فيه فايده فقال له خلاص هنتحر معاك، وفعلا قرر ان هو ينتحر معاه. وحكى الحكايه انه راحوا وقفوا فوق النيل يعني فوق كوبري اللي هو كان بين الزمالك وكولاب، وقفوا فوق الكوبري وهو ودع حياته وحس بحزن شديد وقعد يبص في الميه ويتامل ويشوف والدته ويفكر والدته هتحزن عليه قبل كده يعني قد ايه يعني. وبعد كده الموقف نفسه اتحل يعني فجاه، ان صاحبه ده حط ايده في ايده وقال له يا عم يلا بينا ومشوا. التعاطف الشديد ده مع الاصدقاء. قيمه ثانيه او صوره ثانيه مش معروفه قوي، انه كان مدافع عن العداله يعني لاقصى حد في الفتره اللي كان فيها مسؤول عن هيئه السينما، موظف صغير اتظلم وهو دافع عنه وفي الاخر ما لقاش فايده ف يعني طلب استقالته. هو طبعا اقيل بعد كده لاسباب ثانيه، ايوه، وفرح لما اقيل وعمل حفله، عمل حفله في اليوم اللي خرج فيه من المنصب الكبير ده، لانه ده معناه انه هو هيتفرغ لشغله. هايل. صوره ثانيه، صوره المتسامح لاقصى حد، لدرجه انه حاول يعني انه يوصل لعفو عن اللي حاولوا اغتياله، لانه شايفه شايف ان هم يعني كانوا ضحايا لكن كان في حق مدني وهكذا. ففي يعني صور كتير جدا انا عاجبني ان احنا بنتكلم عن نجيب محفوظ الانسان، ومن ضمن حياته الشخصيه كمان انه كان بيحب حياته الشخصيه تكون ما عليهاش الاضواء، يعني يمكن كمان جوازه نفسه كان في السر، ايه السبب ده؟ الحقيقه ان في اسباب كتير يعني. هو كان شايف وزي ما حضرتك ملاحظه يعني لغايه دلوقتي عبر التاريخ كله، ان الشخصيات العامه بتتحول حياتها الشخصيه وحياتها الاسريه لماده اعلاميه بتبقى مضره للابناء. هو كان حريص على انه يفصل ما بين حياته الاسريه وحياته الشخصيه دي من ناحيه، و يعني الحياه العامه اللي هو بيعيشها يعني. وافتكر ان هو كان عنده حق يعني، لانه في النهايه يعني هو اللي مختار الحياه العامه دي وفيها معارك كتير وفيها تهديدات حتى في فتره من الفترات كتير، فهو كان حريص انه يبعد يعني اسرته عن كل ده. طب في يعني بعض الروايات بتقول ان السيد احمد عبد الجواد هي شخصيه والده، ما هي صحه هذه الروايه اللي يعني ربما كتبت في اكثر من مجال؟ يعني ده سؤال مهم حضرتك. الحقيقه يعني ان والده ابعد ما يكون عن شخصيه السيد احمد عبد الجواد. هو اتكلم بالتفصيل في كتابه مع
استاذ رجاء النقاش في كتاب عنوانه مطول كده، نجيب محفوظ مذكراته واضواء جديده على ادبه وحياته، اتكلم بالتفصيل عن والده. والده كان موظف بسيط يعني، وكان بيرجع من الشغل تقريبا ما بيخرجش غير في بعض المناسبات اللي كان بيفسحهم فيها او كده، وكان بيقضي وقته يعني في الصلاه وقرايه القران والتامل والصمت، وما كانش ليه قرايات كتير. احيانا كان بياخد نجيب ابنه ويروحوا المقهى ويجيب له جيلاتي وحاجات بالشكل ده يعني. وكان علاقته بيه علاقه ديمقراطيه جدا جدا. يعني الاستاذ نجيب في بعد ما اتخرج من التوجيه الثانوي يعني كان عايز يدرس فلسفه، وقال له ان انا هروح كليه اداب وادرس فلسفه. والده كان عايزه يدرس حقوق، لكن اتناقشوا مناقشه ديمقراطيه، وهو بيتكلم عنه كانه يعني على اساس انه ديمقراطي جدا يعني. ايوه. واقتنع، والده اقتنع. ده كله معناه دي اكتر حاجه تثبت فعلا ان هو ما كانش احمد عبد الجواد. هو قال انه استلهم شخصيه السيد احمد عبد الجواد من شخصيه ثانيه، واحد كان اسمه عم بشير يعني، كان جار من جيرانه وكان شامي الاصل يعني. يعني في مسافه بعيده بين الاثنين الحقيقه. هايل. احنا بنشكرك يا فندم النقد الادبي الكبير الدكتور حسين حموده، احد اصدقاء اديب نوبل العالمي نجيب محفوظ، شكرا جزيلا لهذه المداخله.